السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم. اليوم خبر صادم لكل صناع المحتوى على اليوتيوب. توصلت بإيميل من اليوتيوب مفاده أن جوجل سوف تشرع في اقتطاع ضريبة قدرها 24% على الأرباح الخاصة بقناتك. لكن النقطة التي لم ينتبه لها الجميع هو أن هذه الاقتطاعات ستهم فقط الأرباح المستخلصة من المشاهدات التي تأتيك من الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى أن قناتك تحقق أرباح شهرية قدرها $1,000 من جميع أنحاء العالم، لكن الأرباح المستخلصة من أمريكا مقدرة $100. فهذه الاقتطاعات سوف تهم فقط هذه $100 التي أتتك من الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى رغم أن القناة حققت $1,000، إلا أن الاقتطاعات سوف تهم فقط $100 الآتية من أمريكا. إذن كل $100 من أمريكا سوف تكون هناك اقتطاعات أقصاها $24. قلت أقصاها $24 لأن جوجل سوف تقوم بإرسال بيانات لكل صناع المحتوى في أنحاء العالم، وهذه البيانات سوف نقوم بملئها حسب الدولة التي نقطن بها. فهناك بعض الدول التي تتعامل مع أمريكا ضريبيا، مثلا المغرب، فمثلا أمازون كيديبي، فهذا المجال خاص بي بيع الكتب في أمريكا، ونسبة الاقتطاعات الضريبية هي 30%. لكن عند إدخالنا لرقم البطاقة الوطنية الخاصة بنا في المغرب، فهذه الاقتطاعات تتحول من 30% إلى 10%. فبالتالي فمن منظوري فإن هذه الاقتطاعات 24% يمكن أن تخفض إلى أقل من هذه النسبة، لكن بشرط أن تقوم بملء هذه البيانات بطريقة صحيحة. وبالنسبة لمن يسأل على هذه البيانات، فلم ترسل بعد جوجل هذه البيانات، لذلك نصيحتي لكم إخواني، فمباشرة عند توصلكم بهذه البيانات حاولوا أن تملؤوها بطريقة صحيحة حتى تتمكنوا من تخفيض هذه الضريبة من 24% إلى 10% أو قد تعفى نهائيا من هذه الضريبة. كان هذا شرح بسيط لهذا التحديث الجديد من جوجل. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، وأي تساؤل ضعوه في التعليقات الخاصة بهذا الفيديو سوف أجيبكم عليه أول بأول. وإذا كانت هذه أول زيارة لك للقناة، ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلكم الفيديوهات ديالنا أول بأول.